من جديد برحب فيكم مشاهدينا بحوار اليوم. بنروح مباشرة عبر تطبيق زوم مع العميد منير شحاده، منسق الحكومة لدى قوات الطوارئ الدولية ورئيس المحكمة العسكرية سابقا. سيادة العميد صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير لك ولضيوف ولضيفك. نعم، يعني ما اذا كنت عم تسمعنا قبل الفاصل كنا عم بساله للدكتور عن ما معنى وما هي دلالات تسخين الجبهه اللبنانيه بالامس، وما هي دلالات يعني ايضا فتح الجبهات بنفس الوقت، كانت جبهه اليمن، جبهه العراق والجبهه اللبنانيه، ما هي الرساله برايك؟ صباح الخير من جديد. الحقيقه امبارح شفنا تصعيد مهم من ميله الجبهة اللبنانية مع العدو الصهيوني. السبب الظاهر من الموضوع التصعيد بهالشكل هيدا هو انه اسرائيل غيرت قواعد الاشتباك اللي كانت موجودة سابقا بكل الفترة من اول ما بلشت ب 28 وحتى امبارح، لانه من كم يوم بلشت تستهدف المنازل الآمنة للمدنيين، تستهدف مدنيين، فهيدا رد على استهداف المدنيين بشغلتين. اول شغله مثل ما قال ضيفك انه استهدفوا 19 مركز اسرائيلي بنفس الوقت بطائرات مسيره انتحاريه، وهيدا سلاح جديد اول مره بتستعمله المقاومه مع العدو الصهيوني. هي اولا. ثانيا قصفوا مستعمره قريه شمونه، اذا شفتوها كمان، هذا كمان نحن بنستهدف مدنيين من ميلة شمال. هذه بالظاهر، هذا بالظاهر. اما اذا بدك بالمعنى الاعمى، هذا عم نفرجي للعدو الصهيوني، المقاومه عم تفرجي العدو الصهيوني انه هي عندها اسلحه كثير ومفاجات كثيره. هذه بس مسطره صغيره عنا، والمفاجئ فيها انه 19 مركز قصفوا بطائرات انتحارية مسيرة انتحارية وما قدرت إسرائيل تتصدى ولا وحدة. هذه الرسالة من تحت الطاولة. وطبعا في عنا كل العالم الكرة الأرضية كلها ناطرة سماحة السيد ليطلع اليوم يحط النقاط على الحروف. نعم. الجبهات كلها، معلش، الجبهات كلها فتحت على الحرب بغزة. شفنا اليمن كيف تدخلت، شفنا كمان بالعراق امبارح المقاومة في العراق أعلنت أنه هي تعاملت مع هدف في البحر الميت. كمان عم نشوف أنه في قواعد أمريكية في سوريا وفي العراق عم تتعرض لقصف. فهذا كله عم يدل أنه المحور المقاومة كله صار في وحدة ساحة. طب ما يحصل في غزة عميد، كيف تصف العمل البري يعني من قبل الجانب الإسرائيلي، وهل المناطق التي دخلت عليها هذه القوات ستبقى فيها، لديها القدرة على البقاء فيها؟ نحن نتذكر أنه صار لنا تقريبا فترة شي 10 أيام العدو الإسرائيلي بيقول جاهز لدخول غزة، وكل يوم بيأجل، كل يوم بيعطي عذر، لأنه كان متوقع هو أنه حيصير في خسائر. امبارح عندنا مشهد بطولي خارق، كثير كثير خارق، يا ريت هلا بعد شوي بتحطوه عندكم، انه مقاوم طلع من قلب الخندق، قرب على الدبابه ووصل عليها وحط المتفجره فيها. نعم. ورجع كمان استعمل القاذف الياسين وضرب دبابه ثاني. هذا العمل البطولي اللي انعمل امبارح يدل على قد ايه في اراده عند المقاومه الفلسطينيه بالتصدي للعدوان، وهذا يدل على انه بس تصير المعركة على مسافة صفر بيكون العدو الصهيوني ما بقى عنده لا دعم لا جوي ولا بري، وعفوا ولا مدفعي، وبتصير السيطرة للمقاومين لأنه عم يطلعوا له من أحشاء الأرض وعم يتصدوا له وعم يكبدون خسائر فاتحة. الخسائر عند الإسرائيلية عم تكون أكبر بكثير مما عم يعلنوا عليها. والدليل على ذلك وقت بيقول وزير الدفاع ونتنياهو بيقول انه الثمن كان غالي جدا، هو 16 قتيل وهلا صاروا عم بيقولوا صاروا 20، فوق ال 20، مش مزبوط. الخسائر فادحه بالمعدات وبالارواح. نعم. فاذا بس يصير الاشتباك على مسافه صفر السيطره للمقاومه. ميدانيا ماذا يعني خط يعني صلاح الدين الذي يفصل غزة الشمالية عن الجنوبية؟ الكل يتحدث عن إمكانية العدو اليوم على القيام بهذا، وماذا تعني استراتيجيا هذه الخطوة؟
أنا برأيي وتقديري لن يستطيعوا فصل الشمال عن الجنوب أبدا، ولن يستطيعوا أن يبقوا في مكانهم، لأنه الخنادق في كل مكان وفتحات الخنادق في كل مكان. مش بس هيك، تبين أنه المقاومة الفلسطينية عم تستعمل الأبنية المهدمة، يعني الأبنية اللي هدمتها إسرائيل تمركزوا فيها المقاومين وعم يطلقوا منها القذائف الياسين وعم يتصدوا للدبابات، عم يطلعوا له من تحت الدمار. فإذا أنا برأيي، ولاحظي في كتير شغلة مهمة، بلشت العالم تحكي عن هدنة، بلش الغرب بيحكي عن هدنة. هيدا بلينكن شرف على إسرائيل ومجتمع هو ونتنياهو حاليا بقاعدة عسكرية، مش ببين غوريون، وحتى المسؤولين الإسرائيليين بلشوا يحكوا عن هدنة، معناتها هن صاروا واصلين لقناعة أنه ما في نتيجة من الغزو البري إلا مزيد من الخسائر. فإذا خبريت أنه يقطعوا أو يفصلوا الشمال عن جنوب لن تحصل. أنا متفاجئ، بدي أقول نعم، أنا متفاجئ، بدي أقول شغلي متفاجئ، أنه عم نسمع كلنا أصداء أنه الحل بعدين رح يصير أنه بترحيل مقاومة حماس إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان، لكن صرنا أو أنه مين بده يستلم من بعد انتهاء الحرب، مين بده يستلم، قوات ردع عربية ولا قوات أجنبية ولا ما بعرف شو، هذا كله لن يحصل. الباقي في الأرض هو الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ولا أحد غيرهم. يعني نحكي عن خطوط حمراء لدى المقاومة اللبنانية في لبنان، الإسلامية في لبنان، واليوم أكيد رح نسمع تفاصيل قواعد اشتباك جديدة ربما حسب مع مين حكى. طب يعني حسب ما عم تتفضل وتحكي يا عميد، أنه الخطوط الحمراء لم تمس إذا وضع المقاومة بهذه القوة وبهذه الجهوزية في الداخل الفلسطيني في غزة تحديدا، يعني الخطوط الحمراء لم تمس حتى الآن. الوضع المعنوي والميداني للمقاومة منه شعر، مش عم نحكي شعر، هيدي على الأرض عم نشوفها وعم تبرهن المشاهد اللي عم نشوفها، وخاصة المشهد عن شو يعني مقاوم يطلع من خندق ويوصل على الدبابة، ما بقى إلا يفوت عليها، يعني قدي عنده شجاعة، قدي عنده إرادة، وقدي هن مسيطرين. فإذا الخبرية منه قصة شعارات وعم نحكي شعر، نحن هذا الوقائع على الأرض. مش بس الخطوط الحمراء لن تمس، لن تحصل إسرائيل في الغزو البري إلا على مزيد من الخسائر ومزيد من الهزائم. أنا برأيي لو اكتفوا بالصفعة اللي أكلوها بسبعة تشرين كان أفضل لهم. سؤال أخير وسريع وباختصار سيادة العميد، كم يحتاج هذا الغزو من وقت يعني لتحسم الأمور عسكريا؟ يعني انا اللي عم نشوفه انتم، يعني كل العالم عم تشوف انه اسرائيل ما عندها شيء بايدها ورقه ضغط الا تقصف المدنيين ومزيد من الدمار، تدمر البنى التحتيه. وعلى فكره هن عم بيعملوها ورقه ضغط على المقاومه انه مشان تستسلم او انه تخفف او انه اللي بدك اياه، ولكن هي الحقيقه عم يفكروا لقدام، هي ترحيل غزه الى مصر. يعني وقت اللي بيدمروا البنى التحتيه وبكره بس تخلص الحرب، هيدي السكان وين بدها تقعد؟ لذلك انا آمل من الدول العربية بعد انتهاء الحرب أن تساعد غزة على إعادة الإعمار في وجه العدو الصهيوني، في وجه ترحيلهم إلى مصر. جنرال منير شحاد العميد ومنسق الحكومة السابق لدى قوات الطوارئ الدولية، بدي أتشكرك على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لحضرتك.